أسبانيا وآخرها بروما. عامل معهد الإدارة العامة بمملكة البحرين ولابار، شبكة الشرق الأوسط وشمال. سيد مستشار رئيس الجمهورية. ونحن نحضر فعالية هذا المؤتمر، ينبغي التنويه أن التنمية المحلية تمثل الدعامة الأساسية للسياسات التنموية الناجحة في أي بلد، لا لأنها تساهم في خلق الوظائف وتضمن التماسك الاجتماعي فحسب، بل لأنها تلامس عمق المجتمع بريفه وحضره، وتستدعي المميزات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للإقليم. فاستطعنا منذ إنشائنا للشبكة في عام 2013 من عقد 8 مؤتمرات ناقشنا خلالها العشرات من الممارسات الفضلى العربية والمئات من الأوراق العلمية والبحثية، ولم يبطئ عملنا شيء سوى جائحة كورونا، وسجلنا خلالها الشبكة في عام 2018 لتصبح مؤسسة دولية تخدم الوطن العربي. يأتي مؤتمرنا هذا الذي يندرج ضمن البرنامج التعاون الدولي للمدرسة، والذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تسليط الضوء على إحدى قضايا الساعة في الإدارة العمومية، ألا وهي قضية آفاق التنمية والتسيير المحليين في ضوء الثورة التكنولوجية، مناقشة إشكالية التنمية المحلية في ضوء التجارب العالمية، المشاركة في الأجندات البحثية الدولية ذات العلاقة بالتسيير العمومي